هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقف سياسي يعبر عنه، إنما هو رد فعل حجاجي. إذا كنتم تقولون بأن كذا فإنه كذا، وليس موقفا سياسيا للدولة المغربية. ولذلك جاء خطاب جلالة الملك كي يضع النقاط على الحروف في موضوع العلاقات مع الجزائر. مع الأسف كنا نتمنى، وهذا قلته مباشرة بعد الخطاب الملكي، أن يكون رد الفعل الجزائري رد فعل بمعنى فيه المصالحة، فيه التعاون باش لنصل إلى هذه الأهداف. رغم ذلك كما قال بلاغ وزارة الخارجية، المغرب يبقى دائما وفي لمبدئه الذي هو العمل لبناء اتحاد مغربي منسجم قوي قادر على أن يخوض تحديات القرن 21. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.